السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسماء من قناة أسماء للطبخ، أسماء كويزين. اليوم إن شاء الله حين نعمل مع بعض وصفة تحلية تركية بزاف بنينة، واللي هي وصفة كيكة الحليب بالكراميل. على بالي هذا الفيديو راح يكون شوية طويل، لكن حاولت أني نختصره، وإن شاء الله يا ربي تبعوا هذا الفيديو ويعجبكم. كما راح نشوفوا معايا وصفة رائعة بمقادير بزاف اقتصادية، بزاف سهلة، متواجدة في كل بيت. حاولت قدر الاستطاع أني نجيب لكم الوصفة بدون كريمة، بدون زبدة. أتمنى يا ربي أنكم تبعوا معايا هذا الفيديو. وبسم الله على بركة الله نبدأ بأول مرحلة، واللي هي مرحلة إعداد الكيك. الكيك تاعنا راح نحتاج إلى 4 حبات بيض، يعني من المستحسن أن البيض تاعكم يكون على درجة حرارة الغرفة. راح نحتاجوا له 3/4 الكاس، يعني كاس غير ربع من السكر. أنا اليوم استعملت كاس بمقدار 200 ملل. راح ناخذ منه كاس ونص من الفارينة، ملعقة فانيلا. هنا حناخذ 10 غرامات من خميرة الحلويات أولية أن ساشي، و6 ملاعق ماء. أولا حطيت الفرن تاعي يسخن على 180 درجة، الوقت اللي راح نحضر فيه الكيك تاعنا. كما شفتوا خديت 4 حبات بيض، نحيت الصفار عن البياض. اولا نحي ناخذ هذاك البياض تاعنا، نضيف عليه رشة الملح، وبالاستعمال المضرب راح نقعدوا نضربوه فيه حتى لي بلون دوف تاعنا راح يطلعوا لنا اون نيج. هاملي كان لي بلون دوف تاعي هنايا راهو طلعوا لي اون نيج. بدون ما نغسل هذوك لي فوي راح نديرهم مباشرة في صفار البيض. صفار البيض تاعي راح نضيف عليه هذاك كاس غير ربع من السكر، ونعاود لكم استعملت كاس بمقدار 200 ملل. ضفت عليهم ملعقة الفانيلا ونقعد نضرب فيهم حتى يتضاعف الشكل تاعهم، وحتى اللون راح يتحول الى لون ابيض. نضيف عليهم مباشرة 6 معالق كبار من الماء، يعني 6 مغارف كبار تاع الماء، مغارف تاع اكل. بمجرد ما نضربوا شويه برك راح يتجانس لي هذاك صفار البيض السكر والماء. راح نضيف عليه مقدار الفرينه، لكن تاكدوا انه غربلنا الفرينه خاصه في هذا النوع من الكيكات، يعني على شكل جينواز. اذا حبيتوا يعني ما هيش جينواز بصح راح تقول لكم يعني قوامها على شكل جينواز، من المستحسن انكم تغربلو. كيما شفتوا انا وليت لكم هنا الظرف تاعي فيه 15 غرام، ما راحش نضيفه كاع، راح نضيف ونخلي شويه، يعني راح نضيف مقدار 10 غرامات، واللي هو كيس الخميره الحلويات العاديه اللي متواجده في الجزائر. تاكد اني غربلت، من بعد يعني بضربه خفيفه برك، كي تضيفوا الفرينه ما تضربوش بزاف لو ميلونج تاعكم. هنا شويه برك كيما شفتوا معايا لو طون برك لهذيك الفرينه ولات ما تمانش، خلاص حبست ما نزيدش نضرب اكثر من هكذا، لانه لي غاتون جينيرال ما يحبوش كي تخدموا بزاف الفرينه فيهم. ونكمل باستعمال لاسباتول بهذا الشكل. من بعد انا هنا عندي بياض البيض. لما تضيفوا بياض البيض تاعكم لاي كيك، يعني حين تقسموا بياض البيض تاعكم عينكم ميزانكم على 3 اقسام. القسم الاول كيما شفتوا راح نضيفه بطريقه عشوائيه، يعني راح نخلط برك. علاش نضيفوا هاد القسم الاول؟ يعني بوغ ديتوندغ لاباغي. وشنو معناتها؟ حتى يعني لاباغي ولا لو ميلونج تاع لو كيك تاعكم لو بروميي يطلق شويه روحو، ويقدر يتحمل انكم تضيفوا له يعني ما تبقى من بياض البيض. يعني كيما شفتوا ضفت اون دوزيام بارتي، وكي نضيف لا دوزيام بارتي نخلطها غير بالعقل من الفوق ومن التحت. راح تشوفوا بلي لو غاتو تاعكم زاد خفاف. من بعد ما تدخلوا لا دوزيام بارتي كومبليتمون زيدوا كملوا لا ثوازيام بارتي بهذا الشكل، غير من الفوق للتحت من الفوق للتحت، باش ما تحبطوش لو غاتو تاعكم وما تخرجوش هذاك الهواء اللي دخلتوه في بياض البيض. انا هنا استعملت ان كيك، يعني بلوتو ان مول اللي يدخل لو فور. من المستحسن انكم ديرهم في هذا النوع من لي مول لي يعني لي ديمونسيون تاعو راهم يبانو لكم هنا على الشاشه. اي فوالا، نفرغ فيه لاباريا غاتو ولا لاباريا كيك اللي تحصلت عليها.
نحاول أني نبسط السطح حتى نتحصل على كيك بعلو متساوي. ورايحين قبل ما ندخلوه للفرن كما راح نشوفوا راح ناخذ الصينية تاعي ونخبطها مرة ولا اثنين برك فوق لو بلان دو ترافاي حتى نخرج هذوك لي غراند بول دير يعني الكبار فقاعات الهواء الكبار برك يخرجوا ضربة ولا اثنين. من بعد نحطهم كما قلت لكم في فرن لي كنت سخنته على درجة 180 مشعول كما شفتوا من الفوق ومن تحت على درجة 180 درجة. واللي عندها فرن يشعل غير من التحت شعل من التحت من بعد تحمر من الفوق. انا من بعد ما طاب لي لو غاتو تاعي خرجته خليته برد لي شويه يعني الى تياد ما راهوش بارد مي الى تياد نحيلو هذيك القطعه تاع لو بابي كويسون. لو بابي كويسون يساعدكم بزاف انكم ديموليو لو غاتو تاعكم فاسيلمون. من بعد حين نحضروا الشراب ولا لو يعني حاجه لحين تشربوا بها هذا لو غاتو. كيما قلت لكم هذا غاتو من اصول تركيه وهما يشربوه بالحليب. الوغ انا هنا خديت زوج كيسان من الحليب راح نضيف عليهم من ملعقه ونص الى زوج معالق من السكر باش نحلي برك شويه هذاك الحليب تاعي. كما شفتوا درت ملعقه ونص انا ما نحبش بزاف الحلاوه. من بعد نضيف عليه ما يعادل ملعقه صغيره برك من الفانيلا باش نسمو هذاك الحليب تاعنا ونحطوه فوق النار حتى يدفى يعني يدفى ما يغلاش. في الوقت اللي راهو يدفى لي انا ناخذ لو غاتو وراح باستعمال هذا العود تاع الشواء نتقبو كامل من تحت ومن الفوق من لي دو فاس حتى نسهل انه يشرب لي هذه كميه الحليب كليا. كما قلت لكم راني نتقب فيه من لي دو فاز قلبته من التحت من بعد عاود رديته في المول لانه راح نديرو لو مونتاج تاع هاد لو غاتو في هاد المول ونشربوه بهذاك خليط الحليب السكر والفانيلا اللي كما قلت لكم لو غاتو الى تياد وهذاك الحليب الى تياد تانيك يعني راهم تنين راهم دافين نشربوه حتى يشرب لنا كامل هادوك زوج كيسان من الحليب. صدقوني وصفه رائعه رائعه رائعه. انا وحده من الناس اللي ما نحبش الحليب يعني انا والحليب صافي دو ما نشربو ما وين كاين حاجه حليب ما ندورش بها. مي هاد لو غاتو فريمون عجبني راح يجي مشرب وبنين وحتى ولادكم كي يكونوا يتناولوا فيه راح يتفرحوا لانه على بالكم ما ياكلوا حاجه صحيه. انا راح ندير الطبقه الثانيه وهي طبقه الشانتيه يعني شانتيه عاديه اللي تعودنا ان نخدموا بها. هنا خديت 3 ارباع برك من الكاس هذاك من بودرة الشانتيه راح نضيف عليها نفس المقدار اللي هو 3 ارباع من الحليب البارد ونقعد نطلع فيهم مع بعض حتى نتحصلوا على كريمة شانتيه. يعني هاد لو غاتو ما يحبش الطبقه تكون خشينه من كريمة شانتيه يعني طبقه تكون متوسطه ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف. انا هاوليك لو غاتو تاعي بعد ما شربته بالحليب خليته يشرب لي شويه الوقت اللي طلعت لا كريم شانتيه ونبدا نديرها على السطح. كيما شفتوا راح نخلي ما يعادل ملعقه كبيره من هاد لا كريم راحين تفهموا معايا وراحين تشوفوا معايا الان حين نستعملوها من بعد في التزيين. انا بهذه الطريقه راح نبسط لا كريم شانتيه على السطح كامل تاع لو غاتو بهذا الشكل حتى نتحصلوا على سطح متساوي. انا نردو هنا نديرو في التلاجة الوقت اللي نكمل نحضر المرحله الاخرى. كيما شفتوا هذيك ملعقه الكريم شانتيه اللي خليتها راح نضيف عليها شويه برك تاع الحليب حتى نخففها يعني ما نخفوهاش بزاف لكن نخفوها شويه حتى نقدروا نستعملوها من بعد في التزيين وتخرج لنا من لابوشادوي تري فاسيلمون. راح نحطوها في ام بوشادوي بهذا الشكل ونحتفظوا بها في الثلاجه حتى لحقوا المرحلة الأخيرة واللي هي مرحلة التزيين. من بعد راح نمروا إلى الطبقة الأخيرة واللي هي الحاجة البنينة كاع في هذا الغاتو هي طبقة من اون صوص كراميل. لا صوص كراميل تاعنا حين نحتاجو كاس حليب مغرفه كبيره من مايزينا مغرفه كبيره من الزبده وزوج كيسان تاع الماء.
كيما شفتوا جربت اني نجيب لكم كراميل ما فيهش لا كريم فريش ليكيد، ما فيهش كميه كبيره من الزبده، لانه على بالي ماشي دائما تكون متوفره عندنا لا كريم فريش، وساعات الانسان يحب يوفر على نفسه. الوغ جبت لكم كراميل رائع، صدقوني ما حيش تعرفوا لا ديفيرونس بينه وبين الكراميل اللي محضر بلا كريم فريش. كيما شفتوا انا حطيت هذا الكاس تاع السكر تاعي على نار قليله حتى دابلي كامل وحتى يسي كراميليزي، لكن يعني عسوه وهو راهو يعني يسي كراميليز، اذا تحرق لكم واذا ولا لكم فريمون تري فونسي لو غو تاع الكراميل ولو غو تاع الغاتو راح يتبدل تماما. يعني هاد ليتاب فريمون تري امبورطون. كيما شفتوا بعد ما تحصلت على اللون الذهبي، يعني ذهبي ما راهو يعني كلير ما راهو فونسي، في الوسط ضفت عليه هذيك المغرفه كبيره من الزبده، نقعدوا نحركوا حتى الزبده تاعنا هذيك تدبل بلوتو سمحوا لي تدوب، من بعد نضيف عليه كاس تاع الماء. وانتم تضيفوا كاس تاع الماء يعني خواتاتي روحوا بالعقل برك، لانه الحرقه تاع الكراميل شويه صعيبه وهنا راح يطرش. بمجرد ما تضيفوا الماء تاعكم راح تشوفوا انه الكراميل تاعكم ولا كتله واحده، يعني بس ما تخافوش خلوه على نار قليله الى متوسطه وقعدوا تحركوا فيه حتى يدوب لكم تماما. الوقت اللي راهو يدوب لي انا راح ناخذ هذيك ملعقه النشا الكبيره ولا ملعقه لا مايزينا، نضيف عليها نص كاس من الماء، يعني سمحوا لي في المقادير كتبت لكم زوج كيسان ماء وهو نص كاس من الماء، يعني نصحح نفسي كاس ونص ماء ماشي زوج كيسان ماء، يعني في المقادير في اول فيديو كتبت زوج كيسان، سمحوا لي اخواتي راني غلطت وانا نكتب. اي فوالا، هنا بعد ما دابلي تماما راح نضيفو فوق هذاك لو كراميل اللي خليته كما قلت لكم حتى داب كليا. انا هنا نقعد نخلط فيه ونخليه فوق النار يغلى لمده 10 دقائق، 10 دقائق تماما. راح نشوفوا انه في هاد 10 دقائق لو كراميل تاعكم راح يختار، راح يعقد وحتى راح يتقال لكم. خلوه مده من 8 الى 10 دقائق لا اكثر. انا بعد ما جازوا 10 دقائق شفتوا لو كراميل تاعي راهو يعني تقال لي. انا نتاكد اني دائما لو كراميل نحب نصفيه لانه يقعد فيه شويه سكر ما دابش، يقعد فيه شويه يعني هذوك الشوائب، من المستحسن انكم تصفيوا لو كراميل ونحتفظ به على جنب، نخليه حتى يعني يدفى، ما راحش يبرد لانه اذا برد راح يجمد، لكن يدفى ساعه ساعه نولي ليه ونخلطه، لانه اذا ضفتوه هو سخون هكذاك فوق الكوش تاع لا كريم شانتي راح يذوب لنا كاع لا كريم شانتي، راح تذوب وراح ليكوش تاعي يتخلطوا كامل. كيما قلت لكم كي تدخلوا صبعكم فيه راح تحسوا انه لو كراميل تاعكم راهو دافي وماشي بارد، لانه كيما قلت لكم اذا برد راح يجمد، بما انه فيه لا مايزينا وخليناه 10 دقائق هو يغلى، يعني فريمون حاكم روحو. انا هنا درته مباشره فوق طبقه كريمه الشانتي بهذا الشكل، كيما شفتوا اون تري بال كولور تاع الكراميل. تاكد اني نجرب اني نديرو كامل بعلو واحد، وراح نزينوه مباشرة بهذيك كمية لاشونتيي اللي احتفظنا بها في الأخير، من بعد راح بعود من الشواء ان نعطولو نزينوه، يعني لا ميم فاصون اللي نديرو بها لي ميلفاي. انا في يعني سمحولي على فيديو شوية طويل، وكان جاني عدة تعليقات من عند عدة أخوات اللي يقولوا لي نقسم الهدرة راكي تهدري بزاف، صدقوني نجرب أني نقص، لكن بما أنه ربي عالم نحب نعطيكم كاع لي ديتاي ونحب نفهمكم بدقة، ساعات على بالي نكرر نفسي وساعات يعني نقعد نعاود لكم في المعلومة حتى هذيك المعلومة ما تروح لكمش، وحتى أنا تانيك ضميري يكون صافي مع يعني بجهة ربي سبحانه، نقول ما قصرتش في حقكم. يعني الأخوات اللي كثرت عليهم الهضره بزاف سمحوا لي خواتاتي، لكن انا هذه هي طريقتي، يعني نحب نهضر وجربت اني ننقص، لكن كل حاجه نقولها يكون عندها معنى في الوصفه. اي فوالا، انا هنايا نغطيه ونخليه ليله كامله في الثلاجه، من غداك صباح تقطعوه وتناولوه ان شاء الله بالصحه والهنا. اي فوالا، انا يعني كنت حابه نصوره لكم هكاك في البلا، لكن
زوجي ما خلاليش لوكازيون يعني نات صباح قطعو وكلا منه. اي فوالا انا هاوليك لو غاتو تاعي، هاوليك لو ريزولتا فينال. نتمنى يا ربي انه هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، ودائما نقول لكم شكرا على تعليقاتكم، شكرا على تشجيعاتكم، والله غير نفرح كي نسيب تعليق شباب وكي نشوف اخت جربت الوصفه وعجبتها. ودائما ما تنساوش خطكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الوصفه القادمه ان شاء الله. تعاودكم، شكرا.